بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. أهلا بيكم وبحلاوتكم وجمالكم وطعمتكم وكل حاجة حلوة فيكم بالصلاة على النبي. الجروبات الواحد أدمن فيها والقناة اللي عندي على اليوتيوب دي يا شباب قناة بتقدم معلومات فقط، تمام، لكن ما بتقدمش خدمات. بمعنى ايه ما بتقدمش خدمات؟ يعني انا ما بساعدش حد بخدمة ما اقدرش اعملها وما عنديش المقدرة اني اعملها وما عنديش الصفة القانونية ان انا اقدمها. ودي مهمة جدا من حتة الصفة القانونية دي، يا ريت تكونوا متركزوا معايا كويس فيها. يعني ايه مثلا؟ يعني مش لما يجي حد يطلب مني يعمل له ورقة مثلا معينة، وانا مين يا سيدي؟ انا مش محامي عشان اقدر اعمل لك الورقة دي، تروح تعملها بنفسك. الحاجة الوحيدة ان انا ما اقدر اخدمك فيها وافيدك فيها ان انت تاخد الست مراتك او اهل بيتك او تيفر، يعني انت كانت صفتك القانونية ايه في البلد هنا، وبتروح تعمل ايه، وبتروح الجهة الرسمية اللي انا هقول لك على اسمها، بتروح تخلص الاجراء بتاعك وخلاص، او بتروح تسأل على المعلومات والكلام ده كله. طيب الموظفة اللي انت بتتعامل معاها هناك هتيجي تقول لك والله مطلوب منك 1 2 3 و4 و5 و6، ما تاخدش التلات اربع حاجات والخمس حاجات وتقوم جاي طالع راميها على الجروبات وتقعد تدور على مين يساعدك. ما تجمع الحاجات يا حبيبي بنفسك. طيب لو انت مش قادر، روح للموظفة وقول لها مش قادر اجمع الحاجات دي، او خلي مراتك تدور على اي مركز خدمات بيقدم الخدمات بتاعتك اللي هي المطلوبة، يعني ان هي منك وبمقابل مادي، بس يكون مركز اوكراني وملتزم وبيقدم الخدمات دي. طيب طب انا ليه مثلا كنت قبل كده بقدم مثلا خدمات ومعلوماتية؟ طيب انا بص يا سيدي، انا اخري عشان بس تكونوا واضحين، الفكرة تكون واضحة ليكم يعني وداخلة دماغكم. الخدمات اللي انا بقدمها اللي هي مدفوعة الاجر اللي هي خدمات معلوماتية، يعني عشان اوصلك بده لده وتروح تدفع له فلوس، فانا مش هطلع من الموضوع باي حاجة، فده طبعا ما ينفعش. يبقى انت تعمل ايه؟ تعتمد على نفسك وما تسألنيش السؤال وتتفضل تدور عليه. لكن انا انصحك لوجه الله باي معلومة انت محتاجها او محتاج تعرفها، ما عنديش اي مشاكل، بس تيجي معايا دغري. يعني ايه مثلا؟ يعني مثلا ما تجيش تقول لي والله انا عايز ادرس في اوكرانيا وعايزك مش عارف تسجلني وتعرفني على فلان الفلاني وتجيبني ومش عارف ايه، وانا اروح اكلم فلان الفلاني وفلان الفلاني يقول لي مثلا عايز منه $15 على سبيل المثال مثلا، او $1500، تمام، واقول لك والله طلب كذا كذا، تقول لي طب هات رقم تليفونه واتواصل معاه وجزاك الله خير. وجزاكم الله خير. طيب ماشي يا سيدي، طب انت الراجل ده اللي انت هتتواصل معاه هتدفع له فلوس؟ اه هدفع له فلوس. طيب ماشي، طب خدمتي بقى انا ايه في الموضوع ده؟ تمام. لا تقوم جاي ماسك لي تقول اصل انت بتقول لي لوجه الله ومش لوجه الله والكلام ده. طبعا يا اخي لوجه الله المعلومه، لكن تطلب مني ان انا اروح لشخص معين او اساعدك عشان اتمام المهمه ده مجانا ليه؟ عشان ايه؟ ما ينفعش طبعا يا جماله، ما ينفعش يا جميل. تروح دلوقتي يعني اطلب مثلا شهاده مثلا او تحليل كورونا ولا بتاع هيعمله لك مجانا لوجه الله، وانت هتدفع للمكتب من المكاتب دي لوجه الله؟ ما انت هتدفع له فلوس، فاهم؟ فهي الفكره في كده يعني. طيب الاجور والحاجات والكلام الفاضي ده انا بطلته عشان بصراحه وجع دماغه اكتر من نفعه، وما فيهوش النفع المجدي، يعني حرقه اعصاب واشغال وقت، واتكلم ويقول لك هفكر طب وهرجع لك ويسيبك شهرين ثلاثه ويرجع لك تاني ويكلمك تاني والحوارات اللي هي الحمضانه دي. فانا بطلت الحكايه دي خلاص يعني يا شباب، ما بعملش حاجه غير ان انا اقعد اهري معاكم على النت بقدر المستطاع وقدر الوقت يسمح لي، عشان انا يسمح بيه، عشان الواحد الحمد لله عنده شغل الاساس وربنا يسترها معاه وفتحها عليه، اللهم لك الحمد. وادعو الله عز وجل ان ربنا يرزقكم خير الدنيا وعاقبة الآخرة الجيدة وحسن اللقاء وحسن الخاتمة مع الله عز وجل، ويرزقني أنا معاكم برضك في الموضوع ده، تمام. بس دي كانت توضيح بسيط كده وخلاص. السلام عليكم.